الدراسة أخذت كما قلت التجارب أخذت حوالي 10 سنوات. بعد نجاح التجارب أردت تثبيتها علمياً، فتم عمل دراستين في كلية الصيدلة في مركز البحوث والنباتات الطبية والعطرية والسامة بجامعة الملك سعود بالرياض. الدراسة الأولى كانت تحليل كيميائي القيمة الغذائية لهذا الطحين. الدراسة الثانية كانت عن النمو الجسماني ومحتويات الدم والخلايا المناعية والمعدة والجهاز القلبي. بفضل الله أثبتت النتائج يعني نجاح ومنقطع النظير، كان يعني مذهل ليس لي وإنما حتى لأساتذة الجامعة ولعميد الكلية وللمشرفين على الدراسة. قد يسأل البعض ما هي الأحماض الأمينية؟ دائما نسمع الأحماض الأمينية، احنا نعرف الفيتامينات صح؟ مع شباب نعرف الفيتامينات، نعرف البروتين، نعرف النشويات، نعرف السكريات الدهنيات، لكن نسمع الأحماض الأمينية، نسمع مضادات الأكسدة، ما هي يا ترى؟ هل هي مهمة في حياتنا؟ كيف أهميتها؟ في إيش تكمن أهمية؟ تفضل. تحارب خلايا أو تمنع أن تتكون خلايا سرطانية. حلو. هذه الأكسدة. أما الأحماض الأمينية حاليا والله ما تحضرني. تمنع، هذا من نتائجها. صحيح. لكن هي الأساسية في تكوين يعني تجميع البروتين في الجسم أو من الجسم وتوزيعه على العضلات الأماكن التي يحتاجها الجسم. طبعا هذا إذا كان تغذية سليمة، إذا كان تغذية غير سليمة فهي العكس، تكون عدم وجودها ضار بالصحة، يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة وخلل في وظائف الجسم. مضادات الأكسدة باختصار عندك فكرة؟ زي ما قلت مضادات الأكسدة هي تمنع خلايا السرطان. لا، غير الأحماض الأمينية. مضادات الأكسجين دائما لما ناكل شيء فيه دهن أو شيء مقلي بالزيت يكون فيه ذرات أكسجين نشطة في الجسم مبعثرة ونشاطها شديد. مضادات الأكسدة هذه تعمل على التعامل والتفاعل مع هذه الذرات النشطة وتثبيطها وتدميرها. ما لم تكن هناك في الجسم مضادات أكسدة، ذرات الأكسجين النشطة هذه الحرة تؤثر على صحة الإنسان وتسبب الكثير من مشاكل صحية للإنسان. ختاما أرجو يعني أن نفكر كثيرا قبل أن نشتري أي منتج سواء معلب أو مصنع، أو نعرف ما هو تركيبه، ما هو تكوينه، ما هي فوائده، ما هي مضاره. لأن الدعايات الآن قوية وتؤثر أو بالأحرى توجه عقولنا إلى أشياء معينة قد لا نحتاجها، لا نحتاجها، ولكن نجد أنفسنا متجهين دون يعني إلى شرائها. فخاصة أحذر يعني هنا من الأغذية الفاست فود. بعض الناس يستسهل أو يستسرع. أنا في رأيي حبة موزة، حبة تفاحة أفضل من وجبة سريعة. يا جماعة الصحة يعني تاج على رؤوس الأصحاء فعلا، لا يراه إلا المرضى.